هاد المهنيين اللي واقفين هاد الوقفة نضالية من أجل الحقوق ديالهم المهضومة من طرف المسؤولين في هاد البلاد وهاد الحكومة، واللي ما بغاتش تحاور معاهم. هاد الوقفة مثل جميع الوقفات، واليوم هما مقصيين من بزاف الحوايج، وهاد الناس كيطالبوا حقهم. مثلا عطينهم 50% من الطاقة الاستيعابية ثلاثة البلايص، والنقل العمومي كله 150% باش خدامين، مثل الترام خدام كيهز 1000 ديال البشر ما كاينش اللي كيتحاسب معاه، الحافلة كذلك هو مثال، النقل السري وزيد وزيد. وهاد الناس راه كيطالبوا بالحقوق ديالهم. عطيتي 50% راه خصو يخلص الغازوال 50%، خص المأذونية يخلص 50%، الشيفور كذلك هو مثال، الروسيطة طالع عليه 7000 راه خصو يخلص على النص. وهذا هو الطلب ديال هاد الناس. هذا إضراب إنذاري خداو الإخوان المهنيين بمدينة الدار البيضاء وبعض المدن على الصعيد الوطني. بالنسبة لهذا الإضراب هذا اللي خداو الإخوان، هو إضراب إنذاري فيما يخص المشاكل اللي كيعيشها السائق المهني والمستغل، وكذلك قطاع سيارة الأجرة الصنف الأول والصنف الثاني. من بين هذه المشاكل بالنسبة للمستغل كاين المشكل ديال الكريمة، هو كراب 50000 ريال وما نقصت ليه حتى حاجه. كاين المشكل ديال تجديد الاسطول ديال الكريدي بين 3000 درهم حتى 4000 درهم ما نقصت ليه حتى حاجه. كاين المشكل ديال التامين اللي هو تيوصل حتى 12000 درهم، وحنا تنشتغلوا بثلاثه ديال المقاعد. وزاره الداخليه ورئاسه الحكومه ما خداوش هذا الشيء بعين الاعتبار بالنسبه للمستغل. نرجعوا لذاك السائق المهني اللي هو شيفور ديال الطاكسي، عنده الكراد ديال الدار ديالو بين 2000 درهم و 2500 درهم، وعنده اما تكون عنده الطريطه ديال الدار حتى هي كتراوح بين 2000 درهم و 2500 درهم، عنده المصاريف اليوميه بين 150 درهم 100 درهم يوميا ديال المنزل ديالو، عنده المصاريف ديال الابناء في المدرسه حتى هي راه لا اله الا الله. وكنشوفوا الاغلبيه ديال المهنيين ملي دخلت هاد كورونا الاغلبيه مريحين ما بقاوش خدامين. علاش؟ لان اللي خصو يفك المشكل ديال هاد المهنيين هي لجنه اليقظه، ولكن هي ما فكراتش في هاد الناس المهنيين كانهم راهما ماشي مغاربه. هادو راه الناس مغاربه وكيديو واحد الواجب الوطني، لان كنعرفوا الشيفول ديال الطاكسي اول واحد كيفيق واخر واحد كينعس. مول الطاكسي كيفيق مع 4 ديال الصباح وما تينعس حتى ل 12 ديال الليل باش يوصل ذاك الكوميسير ويوصل البوليسي ويوصل الناس اللي خدامين في السيطا، يوصل الناس اللي كيقرا، يوصل الناس اللي خدامين في شركات، يوصل 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 الى اخره. ولكن الناس المسؤولين بما فيهم وزاره الداخليه ورئاسه الحكومه ولجنه اليقظه وكذلك وزاره الماليه ما خداوش هذا الشيء بعين الاعتبار وما كيفكروش في هذا الشيفور ديال الطاكسي ولا في ذاك المستغل. وكنلاحظوا الاغلبيه ديال الاخوان ما استافدوش في هذاك الصندوق اللي حط سيدنا الله ينصرو. هذاك الصندوق راه حطو سيدنا وكلف به لجنه اليقظه، ولكن لجنه اليقظه ما خداتش المهنيين بعين الاعتبار باش تعطيهم واحد الطرف ديال الفلوس في هذاك الصندوق. والاغلبيه ديال الناس المستغلين راه كاين اللي ما بقاش عنده باش يخلص الطريطه ويخلص الكريمه ويخلص لاسيرونس، داك الشيء راه تجمع عليه كيتسنى اما يقلبوا ليه على الحل واما يمشي للحبس واما يمشي تمشي ليه ديك الطوموبيله للسيزي. هادو هما ثلاثه د النقاط اللي كاين، اما الحبس اما السيزي واما هاد الشيء اللي كاين. بالنسبه لهاد استاد البلايص اللي حيدوا لينا هاد الناس، وحنا كنعرفوا هاد الطاكسي الجديد جوج بلايص اللور وثلاثه الوسط واحد القدام، راه كاين تباعد. حنا كنشوفوا دابا الطوبيس عامر الباب ما تيتسدش، وكنشوفوا الترام عامر، كنشوفوا النقل السري خدام بالاريحيه في وسط مدينه الدار البيضاء وكذلك خارج المدار الحضاري، وما كيهضر مع حتى واحد، والتريبورتوات خدامين وما كيهضروا معهم حتى واحد. علاش هاد الناس المسؤولين مبيكيين على هاد الطاكسي؟ هذا سؤال مطروح يجاوبونا عليه هما، جاوبنا عليه وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة. علاش هما المقصود ديالهم في الطاكسي؟ واش هو الطاكسي ما بقاوش بغاوه؟ يديروا تصريح في إذاعة معينة يقولوا ودي حنا ما بقيناش بغينا الطاكسي في المغرب، ما كاين حتى شي مشكل.
يبينوا لينا اشنو بغاو نديروه. ما حملوش الطاكسي نحيدوا الطاكسي، ما حملوش مالين الطاكسيات نحيدوا مالين الطاكسيات، غير يقولوا اش بغاو ننفذوا معاهم، ما كاين حتى مشكل. فلهذا هذه رساله تنوجهوها كمهنيين، الوزارات الداخليه هي اللي مسؤوله علينا، الى ما قدرت علينا صيفطنا الوزارة تجهيز النقل لا اقل ولا اكثر.